طب يا استاذ مش لما نخلص؟ مش خايفه ما اديهملكيش بعد ما نخلص؟ انا بعرف الراجل من عينيه، وبعدين هو انت فاكرني يعني بركب مع اي حد؟ الشارع دلوقتي بقى خطر قوي. وانت عمرك ما اتمسكتي يا شيخ؟ فلله ولا فالك، حرام عليك، ده انا عندي عيلين وامي. اخواتك الصغيرين؟ لا، نم من جوزي. يا نهار اسود، انت متجوزه كمان؟ طبعا. وهو عارف يعني انك؟ عارف، وعارف كمان ان احنا محتاجين فلوس اكتر. بس على فكرة أنا عمري ما خنته. يا شيخ، أمال أنت بتعملي إيه دلوقتي؟ لا مؤاخذة أنا هبقى معاك كمان شوية، بس عمري ما هكون معاك زي وأنا مع أبو أحمد. أصل أنا بحبه أوي. أبو أحمد. بس هنعمل إيه بقى؟ ما باليد حيلة. أنت ما بتحسيش بأي حاجة مع أي حد؟ بعمل نفسي إني حاسة، بس أنا. اسمك إيه؟ نوال. طب يا نوال، انت خدتي فلوسك صح؟ ايوه. ممكن تمشي. لا يا استاذ، بس انا 3 دقايق هدخل الحمام وهكون جاهزه. يا ستي خلاص خلاص، خدي فلوسك وامشي. ما تقلقش انا هكون معاك كويسه. لا كويسه ولا وحشه، خدي الفلوس وامشي. لا انا ما اتعودتش اخد فلوس حرام، ما عملتش بيهم حاجه. يا ستي ما تعتبرهمش فلوس حرام، انا متبرع بيهم. على الاقل تقضي اليوم النهارده مع ابو احمد. طيب عايز نعمل لك حاجة قبل ما امشي؟ ولا أي حاجة، اتفضلي خدي فلوسك وامشي. مين دي؟ أقدم لك أم أحمد. آه قول بقى كده يا أستاذ، وهي دي بقى أحسن مني في إيه إن شاء الله؟ مين؟ نوال بتاعت شارع الحجاز. وأنت بقى منين؟ من أي منطقة يعني؟ طب يلا غوري من هنا يا بت، يلا. ما انا غلطانه ان انا بخش بيوت مش محترمه. لا لا بجد بجد مش قادره اصدقها. والله يا انجي ما تفهميش غلط، دي القعده كلها كانت عن ابو احمد، ما حصلش حاجه. هو ده اللي اتفقنا عليه امبارح؟ اعمل ايه يا انجي؟ اعمل ايه من النكد اللي انا عايش فيه؟ هدي بقت نكديه جدا. لا لا اكيد بتهزر بتهزر صح؟ ما قالها بعد كده هعاملك كانك انسان مش طبيعي على فكره. ليه مش طبيعي ليه؟ اي راجل مهتم بالمواضيع دي، مش مهتم بس، دي ممكن تبقى اهم حاجه في حياته. ايه اللي عاجبك فيها اصلا؟ مالها؟ دي مش انا الحجاز، حاجه نظيفه محترمه. سبت مرتضى عشان كان خاين، عشان كانت عينه فارغه. قصدك ايه انجي؟ ان انا خاين؟ اه خاين طبعا. لا طبعا مش خاين. انت ليه مش قادره تصدقي ان انا ما عملتش اي حاجه والبنت دي مشيت من غير حتى ما المسها؟ هو انت فاهم ان الخيانه النوم مع واحده؟ لا يا عم سيف، الخيانه دي ممكن انك تبص بس لواحده معديه كده. انا قدام ربنا ما عملتش اي حاجه حرام، وعمري ما نمت مع واحده غير هديل. لا افصل علاقتك بربنا خالص والحلال والحرام واحسبه ليك، وعلاقتك بمراتك. مراتك دي بشر زيك، ممكن تزعل لو بس بصيت لكلبة معدية. ايه المشكلة فيكم كلكم؟ كل رجالة زي بعض، مش قادرين تفهموا تركيبة الست عاملة ازاي؟ انت كبرتي قوي يا انجي. اه للأسف. طب اضحكك، البنت دي مشيت خدت، ما كانتش راضية تاخد فلوس، بتقول عليها فلوس حرام. اه عندها مبدأ حتى لو غلط، مش عاملة زي ناس. خلاص بقى يا انجي، انت مالك بقيتي عامله زي امي كده؟ انا بتقول لي نوال بتاعت الحجاز ومش عارفه يعني، انا مثلا ايه انجي بتاعت البطل احمد بقى صح؟ انا كنت هموت بالضحك، بس حلو البطل احمد بتاع زين. مرتضى جاي لي النهارده. عارف مينك هنا؟ مش عارف، بس جه وهددني كمان. هددك بايه؟ مش عارفه، ممكن يبقى ماسك عليا ايه عشان يكلمني بالطريقه دي. وهتعملي ايه؟ في ايه؟ يعني عموما في حياتك. في مرتضى مش عارفه، بس عموما هشتغل، هرجع اكتب. قررتي خلاص؟ اه نفسي اعمل كده من زمان قوي. وهتكتبي ايه؟ لا في حاجات كتير قوي يعني لسه ما حددتش. اوبا سيف وانجي، احب اعرفكم اروى زميلتي في الشغل، جايين بس نعمل ميتنج كده برايفت هنا و10 دقايق وهنمشي على طول. يا استاذ ما انا قلت لك هو نفس المكان، بيوت مش محترمه. ايه ده ايه ده؟ محسن خد ام احمد واطلع بره. ام احمد؟ هو بصراحه انا كنت طالع على السلم المفروض انها اروى، النور قطع رجعت اجيبها طلعت ام احمد. طب يا ام احمد بقى تعالى انا وانت ندور على اروى. حبيبتي اتفضلي يا ام احمد. على فكره الحساب خالص يا راجل. نوال بتاعت الحجاز. مفيش فايده، كلكم زي بعض زي بعض بجد. اوكي ان شاء الله، سلام. لا بقى انا عندي شغل،
والحقيقه بتقول ان مفيش ميعاد ما بيني وبينك. لا ما انا مش هعطلك يا سيدي. عطلني انت بقى لك مكان عندي ودي حقيقه. هبه انت تعرفي حد اسمه كريم الزغبي؟ اه كريم كان معايا في الجامعه. كمل لو سمحت. لا كملي انت. ما انا ما كملتش للاسف. كريم يبقى ابن عنتيمه ماما طنط كوثر. تمام من فضلك يا طارق امشي. ايوه بس انا عايز اتكلم. وانا مش عايزه اسمع. طب اريحك. ايوه انا ابويا المعلم عبد الرازق اللي ابتدى من لا شيء، وامي ست فلاحه ومش متعلمه، بس في عينيا احسن من ناس كتيره جواها وناقص. هبه انت مكبره الموضوع. انا حقنع امي بيكي. عارفه الديجافو؟ انا المشهد ده اتكرر نفسه معايا مع كريم. تقنع مامتك بايه؟ باني كويسه وغنيه ومش مشكله امي وابويا؟ واتعامل معاهم وانا حاسه اني مكسوره ومحدش يحس بيا؟ انا ما ضحكتش عليك. انا قلت لك خلينا اصحاب، كنت هعرفك على اهلي في الوقت المناسب. انت ليه ما قلتليش من الاول؟ لاني مش شايفه حاجه تتقال او ما تتقالش. انا لا ابويا كان حرامي ولا امي مسجونه في قضيه اداب. انا اسمي هبه عبد الرازق. اسمي شرفني ويشرف اي حد انه يناسب ابويا. اديكي قلتيها اهو. لازم يشبهه، واحنا الاثنين مش شبه بعض. انت سافل. هو فعلا ابوك ما يطولش يشبه ابويا؟ ناس حقيره ما بتحركهاش غير المظاهر والشكل بس. انت ايه اللي انت بتقوليه ده؟ معلش بقى بلدي جدا، اطلع بره يا طارق، واعرف ان حتى الصداقه ما بيننا مش هتكون موجوده. الو انت فين؟ انا عندي شغل. عايزه اشوفك حالا. اوكي عدي عليا بالليل. هو في حاجه ولا ايه؟ شكلها كده حاجه حلوه. اه قوي. طب يلا باي.